يا سلام من قبل نبدا كل قاله، يا سلام من قبل نبدا كل قاله، والصلاة على النبي محمد وآله، كلكم صلوا عليه بعدها جينا على حسب الدعية، بعدها جينا على حسب الدعية، واسمعوا شي لا تزيد المعنوية، من أبو متعب عمر يحيى بن طامي مقدمها هدية، يحيى بن طامي مقدمها هدية، وإذا جابر ساعده في كل هية، وإبراهيم وحسين قالوا يبشر خالنا فالخال والد، قالوا يبشر خالنا فالخال والد، ما لنا عنه غنى والحال واحد، والله يتم الفرح وانتقينا من جزيلات المعاني، وانتقينا من جزيلات المعاني، واصدق التبريك وايات التهاني، لاجلكم يا ابو سند قلتها وانا ما اقول الا الحقيقه، قلتها وانا ما اقول الا الحقيقه، بيننا تربط علاقات وثيقه، السمايه والنسب باسمكم واجب نرحب بضيوفي، باسمكم واجب نرحب بضيوفي، مرحبا مليون يا رجال وذوفي، باسم دعوة الفارسي يا سند الله يتمم لك زواجك، يا سند الله يتمم لك زواجك، بالهنا والخير ويحقق مرادك، طاب ليلك يا عريس والدك بالخير يذكر والجمايل، والدك بالخير يذكر والجمايل، وارث الجودة وتشهد له قبايل، والمواقف شاهدة لغرابة انت حلا بالشجاعة، لغرابة انت حلا بالشجاعة، والكرم والجود طبع من طباعة، يقتدي بجدك علي نسأل الله يرحمه، عمكم يحيى وله في الطيب راية، مطلق النشمي حقق كل غاية، نسأل الله يحفظه، واخواتك حولك يشدون العزومي، واخواتك حولك يشدون العزومي، هذا جابر يلتقي عند اللزومي، ومحمد لك عضيد يا سند ناسبته من تذكر علومه، يا سند ناسبت من تذكر علومه، فتح بن جابر مقدر بين قومه، والنعم يا الصادعي حوله رجال الوفا واهل الحميه، حوله رجال الوفا واهل الحميه، مهدلي جابر كفوفه حاتميه، وعلي بن مهدلي ما نسينا من بذل جهده وحاله، ما نسينا من بذل جهده وحاله، الخوي اللي ولا يبخل بماله، نعمة بالرقلي حسين والختام الشكر لك يا الشيخ جابر، والختام الشكر لك يا الشيخ جابر، شيخ في ربعك وفي اللازم تجابر، في فرح ولا ترح فارسي ونعمته والأولوية، فارسي ونعمته والأولوية. سلام عند زكاة الرعود حسنة وقول سلام يا الجمال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله يسعد مساكم بالخيرات ويوفقنا وإياكم لعمل الطاعات، ويبارك العلي سنة سنة، ويبارك عليكم ويجمع بينهما في خير. أما بعد، ملفانا وعلمنا وصلت دعوة كريمة من الخال أبو سند إلى الشيخ علي بن طامي الفارسي، وأبو سند هو الخال، وفي مقام الأب راعي الجمايل وراعي الأولة وراعي اليد اللي ما تبتد وما ترتد. أجينا مع الشيخ علي طامي بهذا الصف المجمل
وهذا الزامل تكريم لأبو سند والعريس سند. لا يخفى على جمعكم الغالي ومقامكم العالي أننا تلقينا شرف دعوة كريمة من قبل أخونا وصديقنا وذرع جنبنا وعصابة روسنا حسين بن علي الفارسي أبو سنة. ألفينا على شرف هذه الدعوة ملبين على ساكن أخونا وصديقنا وظلنا من حفاوة الشموس علي بن مهدلي أنا وهذا الصف اللي تشوفون من في معيتنا من ألف ألف مبروك أبو سنة. عسى الله أن يتمم لك الفارس بكل خير. أنت محزمي وسندي وذراعي اليمين بني فارس كلهم كبروا اسمي انتم على راسي وانا اقل في القبائل والله انهم من جبل خولن حتى البحر علامه على راسي فاني فيهم السمي وانا فيهم الرفيق وانا فيهم الصديق انتم اخوتي بيني وبينكم سماية بيني وبينكم عشمه بيني وبينكم محبه من ابو حسن شيخكم حتى صغر واحد مختصر في صورة تتكسر فكمل ما بين الله هذا علمي والسلام. ما فيه عقابكم وافي وصفكم وافي وابو احمد راشد وافي وكلكم جميع وافي فالله يحييكم انتم مضيفه وليس ضيوف. اي والله حياكم الله تفضل مرحبا. I'm gonna go.